بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 37. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما بقي من باب المواقيت، إذ قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: وعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في أول وقتها، يصلي الظهر في أول وقتها، ويصلي العصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها. وفيه أنه في اليوم الثاني أخر كل صلاة إلى آخر وقتها، ليبين للناس وللسائل أن الصلاة لها وقتان، يعني صلاها في اليوم الأول في أول وقتها، وصلاها في اليوم الثاني في آخر وقتها. وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين. هذا إذا كان المسلم يصلي وحده، أو كان يصلي بجماعة يرغبون التأخير إلى آخر الوقت. أما إذا كان الجماعة لهم ارتباطات ويريدون الصلاة في أول وقتها، فإنه لا يؤخرها إلى آخر وقتها، بل يصلي بهم في أول الوقت تيسيرا عليهم. نعم. الشمس مرتفعة حية. الشمس مرتفعة حية، يعني لم تصفر. حية يعني تامة الضوء، لم تصفر، هذا معنى حية. هذا للعصر. نعم، هذا للعصر. وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنحر الجزور فتقسم 10 قسم، ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. نعم، هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها، بحيث لو نحرت جزور يعني ناقة وقسم لحمها ثم طبخت وأكلوا منها ثم صلوا، أن هذا في الوقت. هذا الدليل على امتداد الوقت للصلاة، يكون له أول وله آخر. وعن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم، من ترك صلاة العصر، يعني حتى خرج وقتها، بأن اصفرت الشمس قبل أن يصلي، فقد حبط عمله، يعني بطل عمله. وهذا وعيد شديد في تأخير الصلاة إلى ما بعد خروج وقتها، فإنها إذا تعمد ذلك لا تقبل صلاته،
أو عليه وعيد شديد. فالحاصل أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمن كان نائما غلبه النوم أو ناسيا، فهذا يصليها إذا ذكرها أو استيقظ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من تعمد تأخير الصلاة إلى أن يخرج وقتها فإنها لا تقبل منه، عليه التوبة إلى الله عز وجل والحرص على أداء الصلاة في وقتها. نعم. وعن عبد الله بن عمر مرفوعا: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر يعني يفوته وقتها ولا يصليها إلا بعد خروج وقتها متعمدا، فهذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب وخسر خسرانا عظيما. كأنما وتر يعني كأنما نقص وخسر أهله وماله، يعني لو مات أهله جميعا ومات وفقد ماله كله فإن تأخير الصلاة عن وقتها تعادل هذه المصيبة، هذا وعيد شديد. نعم. ولهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ولمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم، يوم الأحزاب هو المراد به غزوة الأحزاب، والأحزاب هم قبائل من العرب تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروا المدينة، وتسمى غزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقا بينه وبين العدو بحيث أن الخيل لا تستطيع تجاوزه، وذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: كنا إذا حزبنا القوم خندقنا خندقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورته وحفر خندقا على المدينة، على مدخل المدينة، فلم يستطيعوا الوصول إلى المسلمين من وراء الخندق، ولذلك سميت غزوة الخندق. والشاهد من هذا الحديث أنهم شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى، وهذا تفسير لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأنها هي صلاة العصر، وهذا هو القول الراجح في المسألة. هناك من يقول إن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، ولكن الراجح أنها صلاة العصر كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث. نعم. وعن البراء قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال رجل كان جالسا عند شقيق له: فهي إذن صلاة العصر. فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم. نعم، هذا فيه بيان أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، حيث سماها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الحديث وفي غيره. نعم. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. نعم، هذا فيه المبادرة بصلاة المغرب حين مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس في الأفق وأقبل الليل من المشرق فقد دخل وقت المغرب، فيبادر بصلاتها في أول وقتها. وأما أن تؤخر
إلى أن يمتد الظلام وتشتبك النجوم، تظهر النجوم، فهذا فعل المبتدعة الذين يؤخرونها إلى هذا الوقت عن أول وقتها. هذا من البدع المحدثة. نعم. وإذا قال على الفطرة لا تزال أمتي بخير وعلى الفطرة، ما الفطرة؟ التي الدين، يعني الفطرة الدين، دين الإسلام هو الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم. وعن ابن عمر مرفوعا: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. نعم، الحث على إقامة الصلاة العشاء في أول وقتها، ولكن إذا كان هناك ما يشغله، إذا كان هناك ما يشغله عن الصلاة في التفكير، كما إذا حضر العشاء فإن نفسه تتعلق به فيبدأ بالعشاء ثم يصلي حتى يدخل في الصلاة وهو مطمئن الفكر. وكذلك إذا كان حاقنا للبول فإنه أيضا يتبول ويتخلص من البول ويتوضأ ثم يصلي، ولا يصلي وهو حاقن، لأن ذلك يشغله عن الصلاة. وكذلك إذا كان الخبث وهو الغائط أيضا يشغله، فإنه يتخلص منه ويتوضأ ويصلي وهو فارغ البال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. نعم. وللبخاري: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. نعم، هذا ابن عمر رضي الله عنه مع شدة تحريه للاتباع كان إذا حضر العشاء والصلاة قد أقيمت فإنه يقبل على العشاء حتى إنه يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى ثم يلحق بالصلاة. نعم. وعن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول هي العشاء. نعم، المغرب، صلاة المغرب هذا أفضل اسم لها. وأما صلاة العشاء، العشاء المراد به الليل، يعني حين يبدأ الليل يسمونه العشاء. والعشاءان هما المغرب وصلاة العشاء، كلاهما تسمى صلاة العشاء لأنها في الليل والظلام فسميت بالعشاء. فالأفضل أن تصلى، أن تسمى المغرب ولا تسمى صلاة العشاء تعليقا بالوقت. نعم. وعن أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. نعم، هذا فيه أن صلاة العشاء يمتد وقتها إلى ثلث الليل، يمتد وقتها إلى ثلث الليل، ولكن إذا كان يشق عليه الانتظار أو هو بحاجة إلى النوم فإنه يصليها في أول وقتها، أو كان مرتبطا مع جماعة يصلون في أول الوقت فإنه يصلي معهم ولا ينفرد ويقول أخرها إلى آخر وقتها لأنه أفضل. لا، الأفضل هنا الصلاة مع الجماعة وعدم التفرق. الدين حثنا على الاجتماع وعدم الفرقة. نعم.
وعن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر الثالثة، ليلة الثالثة من الشهر يعني، فكان يصليها إذا غاب القمر ليلة الثالث من الشهر، هذه علامة دخول وقت العشاء، ويصليها في أول الوقت في هذه الحالة. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله وأنتم على خير. هذا يزيد الهريش يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.